أخبار اليوم. النهارده معانا الفنان والنجم سامح الصريتي وهو بيدلي بصوته في إعادة الانتخابات البرلمانية. النهارده استاذ سامح تقول لنا ايه وانت النهارده نازل بتشارك وبتدلي بصوتك؟ يعني بقول ان احنا واحنا داخلين على الاستحقاق الثالث نتمنى ان شاء الله انه يتم اختيار مجلس نواب يعبر عن الشعب المصري كله ويقوم بدوره في تحويل المبادئ الدستورية إلى قوانين وينقل القوانين من القوانين اللي بتتعارض مع الدستور. وكل أمنيتي أنه المرحلة الثانية إن شاء الله يكون فيها إقبال أكتر على الانتخابات. وأنا بحيي بصراحة النسبة اللي انتخبت في المرحلة الأولى هي نسبة اللي هي تقريبا بين 26% أو 27%. أنا بحييها جدا لأنه كل المقدمات تقول ان ما حدش هينزل ومع ذلك هم اهتموا ونزلوا، لان ما كانش فيه اهتمام بالانتخابات من اول ما تعرف مرحله ان في مجلس شعب، لان الناس عارفه تروح فين ولا تنتخب كم واحد ولا ونفس الاعلام ما كانش مهتم بالانتخابات. يعني ما كانش فيه اهتمام اعلامي بنسبه 3% حتى، ومع ذلك اللي نزل 26%. انا اتمنى ان يكون في اهتمام إعلامي لإعلام الناس بالمرحلة الثانية، يروحوا فين، يعملوا إيه، ينتخبوا إزاي، القوام إيه، علشان ويشاركوا الناس. الناس لما بتهمش لما الناس عايزة تشاركها على لذا. يعني كانت نسبة الانتخابات عالية جدا جدا بعد 25 يناير وبعد 30/6. ليه؟ لأن في مشاركة من الناس، بحسسهم بالمشاركة. لكن لما تجاهل الناس خالص وما حسسهمش حتى بالإنجازات اللي تمت، يعني في إنجازات في السنة اللي فاتت تم إنجازات غير مسبوقة حصلت، لكن الناس ما مش زي مش مهتم ان انا اعرف الناس ايه الانجازات، فحاسه بعدم اهميتها وحاسه انها مهمشه، وبالتالي بتتحول على طول الى سلبيه. لكن لو مثلا واحد زي رئيس الوزراء مثلا المهندس محلب كان طلع بعد ما ادى الاداء اللي اداه وقدم كشف حسابه